اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار. الفيديو النهاردة مختلف شوية، وهو زي ما انتم شايفين فكرته هنقدم فوائد المشروم او عيش الغراب. انا عملت بيه النهاردة حواوشي، زي ما انتم شايفين كده. جبت مشروم فريش، وده فلفل الوان. الفلفل الألوان كمان ليه فوائد كتير جدا هنتكلم عنها من خلال الفيديو. زي ما انت شايفة كده، فلفل أحمر وأخضر وأصفر. كمان على الطبق المشروم الصغير في 3 بصلات هنقطعهم شرايح ونبتدي نشتغل فيه. فلفل الألوان من ضمن فوائده انه هو مصدر للكالسيوم عالي جدا جدا جدا، يعني ممكن تاكليه يعوضك عن البيض وعن اللبن. كمان زي ما انتم شايفين المشروم هنا من فوائده، اهم فايدة انا عن تجربة وعن نصيحة الدكتور ليا، ان هو مليان فيتامين د. فاللي ما عندوش شمس في شقته او عنده نقص فيتامين د يعوض بالمشروم، احسن من الابر واحسن من الحقن. وهنا قلنا برضو الفلفل كالسيوم عالي جدا، افضل من البيض ومن اللبن. فكل حاجة ربنا خلقها لنا فيها فايدة، وفيها فايدة كبيرة جدا. ربنا ما ادانيش حاجة من غير فوائد. البصل انتوا عارفينه طبعا غني جدا بمضادات الاكسدة، بيمنع من الامراض. بدأنا نقطع الفلفل شرايح، وهوريكم كمان شوية ان البصلة قطعناها. ادي الفلفل شرايح، وهنبتدي نشوحه بس بعد ما البصلة تتشوح وهنشوف مع بعض. بدأنا نشوح اهو البصل. البصل مش عايزين يتشوح جامد، البصل محتاجين نشوحه لغاية ما يدبل بس، بحيث ان يبقى فايدته الغذائية مفقدتش بالحرارة، وفي نفس الوقت طعمه هيبقى جميل جدا في الحواوشي. وعن تجربة يعني، جربيه ومش هتندمي. البصل هي بدأت تتشوح وبدأت تاخد لون، بعدها على طول هنبتدي نحط الفلفل عليها وبرضو ياخد شوية تشويح. اهو حطيت الفلفل هيتشوح، وبعد ما يتشوح خالص ويبتدي يدبل هنضيف له المشروم. نرجع بقى لفوائد المشروم. بصي انا بحب المشروم الفريش، ممكن انت تجيبيه معلب مفيش مشكلة، بس الفريش بيبقى افضل علشان يبقى فوائده وقيمته الغذائية اعلى بكتير. المشروم كمان مش شرط تعملي بيه حواوشي بس، يعني ممكن تعملي بيه طاجن مكرونة. هنكمل مع بعض. بدأت دلوقتي يعني شوحت البصلة مع الفلفل، وضفت عليها المشروم بعد ما قطعته شرايح. بعد كده هتعملي ايه؟ هنجيب العيش ونبتدي نفتحه ونتأكد ان هو هيتفتح كويس. بعد كده ابتدي الحشوة دي، حطيها جوه العيش ودهني وشه من بره زيت بس على خفيف. بعد كده هتلفيه في ورق زبدة وتدخليه الفرن لمدة ربع ساعة، وتبتدي تقلبيه على الوش التاني. ولما هيطلع، يعني انا عملته النهاردة، بجد طعمه تحفة جدا، ويمكن احلى من الحواوشي اللي هو بالفول الصويا، ومناسب جدا للصيام. نرجع للفوائد بتاعتنا. المشروم من فوائده كمان ان هو مليان الياف، وبالتالي بيساعد في عملية الهضم، مش صعب في الهضم بتاعه. فمن ناحية فيتامين د هو مفيد جدا، من ناحية الهضم هو سهل الهضم جدا، بالتالي ما بيعملكيش اي امساك زي الفول الصويا. وممكن تدخليه كمان في شوربة الخضار، يعني انا كتير بعمل شوربة خضار، وببتدي اشوح بصلة صغيرة واحط عليها المشروم ياخد لون شوية، وبعد كده بحط المية تغلي، وبعدين اسقط فيها شوربة الخضار، كل الخضار وانواع الخضار اللي عندي، بيدي شوربة الخضار طعم جميل جدا جدا. ياريت تخليه من الوجبات الاساسية اللي انت بتشتغلي عليها، حتى الاطفال عوديهم عليه من صغرهم، لانه لما بيتعودوا عليه، انا علشان اعود عيالي عليه كان صعب جدا، لاني ما دخلتوش في النظام الغذائي من هم صغيرين. لكن انت تقدري تدخليه في نظامك الغذائي من هم صغيرين، هيتعودوا عليه وهيتبسطوا بيه جدا.
ممكن كمان تدخلي المشروم في الفطاير والمعجنات بتاعتك، حتى لو انت مش في الصيام واحنا في فطار، ممكن يعني تدخلي نص الكمية لحمة ونص الكمية مشروم. فلو انت بتعملي مثلا بيتزا، ممكن تعملي بيتزا بالمشروم عادي، بتبقى جميلة جدا. كمان ممكن تدخليه في اي فطاير بتعمليها عادي، يعني عاملة كريب وهتحشيه صدور فراخ، ممكن كمان تضيفي له المشروم. فياريت